أنا سألت أيضا إن كانت هيئة تنظيم سوق العمل اللي سعادة الوزير يرأس مجلس إدارتها، هل منحت تصاريح لعمل مرن لعمال أصبحوا غير قانونيين بعد إطلاق المشروع؟ جاء في رد سعادة الوزير تأكيد أنهم منحوا ناس صاروا مخالفين بعد إطلاق المشروع في 2016، يعني إن هيئة تنظيم سوق العمل منحت 14200 عامل ما كانوا أساسا مخالفين قبل تشييد المشروع، أي ما يشكل 58% من حاملين التصريح، يعني 58% من العدد الموجود عندي الأساسي ما كانوا مستهدفين عند إطلاق المشروع أو البرنامج. بهذه الطريقة سوق العمل دمرت سوق العمل ما عالجوه.